شرعت السلطات الهندية في إجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص في مناطق واقعة على الساحل الشرقي للبلاد وسط مخاوف من أضرار جسيمة قد يلحقها إعصار فايلين الذي يتوقع أن يضرب الهند في غضون الساعات المقبلة. بعض السكان ممن أجلتهم السلطات عبروا عن امتعاضهم من سوء أحوالهم. لا أماكن كافية بالملاجئ ومن الصعب توفير سكن، لم نحصل على وجبة مناسبة منذ ليل أمس، كما أن المراحيض لا تعمل بالملاجئ. وأدت الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي سبقت فايلين إلى الإسراع في عمليات الإجلاء، فيما توقع خبراء أن يؤثر الإعصار الذي وصف بالأقوى خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية على ما يقرب من 12 مليون شخص يقطنون في ولايتي أوريسا وأندروبراديت شرقي البلاد.